في السن بس يحير، بيقولوا عنه محمد صلاح الجديد في أوروبا، هياخد مكانه ومهاراته قريبة من ميسي. إيه حكاية عمر سيد معوض؟ وليه كل أندية أوروبا بتلحقه؟ وإيه اللي حصل بينه وبين نادي ريال بيتيس بالظبط؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. عمر سيد معوض ابن نجم الاهلي السابق سيد معوض، بدأ رحلته الكروية وهو عنده 9 سنين لما انضم للناشئ القلعة الحمراء. في الأول كان بيلعب كظهير أيسر زي والده بالظبط، ومثله الأعلى في المركز ده كان علي معلول نجم الاهلي، لكن بعد شوية قرر عمر إنه مش هيقف في الدفاع وقرر إنه يتحرك لقدام شوية لأنه كان معجب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعاوز يبقى جناح هجومي زي ميسي بالظبط. عمر كان تحت أعين عادل طعيمة مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي في الوقت ده، اللي أصر إنه ينضم للأهلي بعد ما يروح ناشئي وادي دجلة. وهنا بدأ عمر يلفت الأنظار بسبب إمكانياته الهجومية العالية، وخصوصاً إنه كان بيطور من مهاراته كل يوم. سيد معوض كان دايماً بيحذر ابنه من الغرور وبيفكره إنه لازم يشتغل على نفسه وما يعتمدش على إنه ابن نجم عشان يوصل لهدفه. وفعلاً عمر كان دايماً بيستجيب لتعليمات مدربيه وبيطور من نفسه أكتر، لكن اللي حصل في فبراير اللي فات قلب الدنيا. محمد زيدان نجم بروسيا دورتموند السابق كشف عن اهتمام نادي برشلونة بعمر سيد معوض، وده بعد الأداء المميز اللي قدمه في دوره في دورة دبي الودية. ومن هنا بدأ الكل يتكلم عن عمر، والكل بيسأل هل ده خليفة صلاح في أوروبا؟ عمر مش بس كان ملفت لأنظار برشلونة، لكنه كمان قضى فترة معايشة مع نادي ريال بيتيس الأسباني خلال معسكر الإعداد في صيف 2023، وده بالرغم من إنه لسه صغير، مولود في 2006، وده معناه إنه ممكن يكون ثالث لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني بعد عمرو طارق وأحمد حسام ميدو. لكن الدنيا ما تقفش عند ده، عمر كان بيواجه تحديات كبيرة. إصابته بالرباط الصليبي في مباراة الناشئين كانت صدمة كبيرة، الأهلي وقتها قرر يقف جنبه ويوافق على العروض اللي جات له من ريال بيتيس، رغم إن النادي كان لسه ما وقعلوش عقد احتراف، والأهلي فضل متمسك بنسبة من حق رعاية اللاعب عشان هو ابن القلعة الحمراء. لكن الإصابة كانت حاجز كبير قدام طموح عمر. في اللحظة دي كان ممكن أي لاعب يستسلم، لكن عمر ما استسلمش رغم إصابته، استمر في العمل على نفسه وتأهيل، وريال بيتيس قرر يلتزم بوعده وضم اللاعب في الصيف. تخيل بقى ولد صغير لسه بيتعافى من إصابة صليبية، بالرغم من كده نادي كبير زي ريال بيتيس لسه مصمم يضمه. ده بيوضح قد ايه امكانيات عمر معوض كبيره جدا، وانه مش مجرد ابن نجم. ودلوقتي بعد ما عمر بقى طريقه للاحتراف، السؤال اللي الكل بيساله هل فعلا هيقدر ياخد مكان محمد صلاح في اوروبا؟ وهل الانديه الكبيره زي برشلونه وريال بيتيس هتقدر تثقل موهبته وتوصله للعالميه؟ قول لنا رايك في الكومنت.